يلا يا أول، بدنا نقطع كلمة مدرستي، وبدنا نتهجى كلمة مدرستي. مدرستي، يلا عيدوا معي بصوت عالي. مدرستي مدرستي، عيدوا معي. مدرستي، عيدوا معي يا أول. يلا مدرستي. كيف بدنا نكتب كلمة مدرستي؟ كيف بدنا نكتب يا أول كلمة مدرستي؟ يلا خلينا نكتبها أول إشي. مد مد مد، شايفين؟ مد 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 مد. ر ر ر. س س س. تي. مد رستي مد رستي مد رستي. يلا خلينا نتهجاها. شو حكينا؟ كيف بنتهجى يا أول؟ كيف بنتهجى يا أول؟ يلا ام 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 فتحة. ما ما ما. حكينا كيف بنعمل عتمنا زي هيك. كيف بنعمل يا أول عتمنا زي هيك؟ ما 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 ما. الكل يعمل يلا هيك على تمه، ايده زي هيك على تمه. ما 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 ما. يلا ام وفتحة ما، ام وفتحة ما، ام وفتحة ما. وإد إد، شو عليها الإد؟ سكون، يعني شو مال الحرف؟ واقف ما بتحرك. يلا ام وفتحة ما، وإد مد. ام وفتحة ما، وإد مد 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 مد. ما وإد مد، ما وإد مد، ما وإد مد. وإر مدر، وإر مدر. وفتحة مدر مدر مدر. يلا نعيد من أول وجديد. إم وفتحة ما، إم وفتحة إما. وإد مد، وإد مد، وإد مد. وإر 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 مدر م. وإر مدر. ليش را؟ لأنه عليها فتحة را را، هيك الفتحة را. يلا مد را مد را. واس مدرس، وفتحة مدرسة 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 مدرسة. وات مدرسة، وات مدرسة، وات مدرسة. وإي مدرستي، وإي مدرستي. يلا نعيد التهجاي، يلا نعيد التهجي يا أول. يلا معي بصوت عالي. يلا يا أول معي بصوت عالي، الكل يتهجى كأنك بالصف. يلا يا أول ما ما ما. الكل يعمل هيك شفايفه، يلا بإيده هيك على شفايفه. ما 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 ما. وإد مد، وإد مد. يلا عيدوا معي. مد 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 مد. وإر مدر، وإر مدر، وإر مدر. وفتحة مدرة 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 مدرة. ر ر فتحة فتحة. يلا هيك إيديكم عتمكم. ر ر. وإس مدرس، وفتحة مدرسة مدرسة مدرسة. وإت مدرسة، وإي مدرستي مدرستي مدرستي. عيدوا معي، يلا عيدوا معي. مدرستي مدرستي مدرستي. يلا أول نعيد آخر مرة تهجاي. ما ما. وإد مد، إمو إد مد، إمو إد مد. وإر مدر، وفتحة مدرة مدرة مدرة. وإس مدرس، وفتحة مدرسة. وإت مدرسة، وإي مدرستي. إمو ما وإد مد. ورا مدرة، وسا مدرسة. وإت مدرسة، وإي مدرستي. يلا كيف بدنا نقطعها يا أول؟ كيف بدنا نقطعها؟ شو حكينا؟ أول إشي نحكي قواعد، قواعد إيش؟ التقطيع. شو قواعد التقطيع؟ حكينا المتحرك، شايفين المتحرك والساكن بحبوا بعض. دايما شوفوا كيف إيديهم مدين على بعض، دايما مدين إيدين بعضهم مع بعض. يلا المتحرك والساكن مع بعض، يلا منحطهم مع بعض. مد مد. عندك هاي ساكن ولا متحرك يا أول؟
ساكن ولا متحرك؟ متحرك، برافو عليك يا جود، متحرك. المتحرك شو بعمل؟ بخليه لحاله، بخليه لحاله ولا بعمل معه حرف تاني؟ لا بخليه لحاله، بعمل خط. طيب الاس، السا، متحرك ولا ساكن؟ متحرك، برافو عليكم. بخليه لحاله ولا بربطه بحرف تاني؟ بخليه لحاله، برافو عليكم. طيب تي، تي، الإي مالها حرف مد. طيب مادة إيدها صح؟ يعني إيش، بخليهم مع بعض ولا بفلتهم؟ بخليهم مع بعض. شايفين كيف قطعتها يا أول؟ قواعد التقطيع، قواعد التقطيع. الساكن والمتحرك بحبوا بعض، ضلهم مع بعضهم مع البعض، حروف المد مع بعضهم البعض. المتحرك هذا بضله لحاله زي الهبل، دايما لحاله. ماشي يا أول، ماشي يا أول. يلا نعيد، ما وإد مد، ورا مد را، والسا مد رسا، وإت مد رست، وإي وإي مدرستي. أعيد من أول وجديد التهجئة، يلا يا أول عيدوا معي، كرروا معي يلا. ما وإد مد، ورا مد را، والسا مدرسة، وإت مدرست، وإي مدرستي، 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 مدرستي. كيف قطعتها يا أول؟ عندك هون الماء ساكن ولا متحرك؟ متحرك، هاي نزلته. طيب الإيد ساكن ولا متحرك؟ ساكن، ساكن والمتحرك بحبوا بعض، حطيت إيديهم ببعض مد. طيب إجينا عند الراء، الراء ساكن ولا متحرك؟ متحرك، بخليه لحاله ولا لا؟ بخليه لحاله، برافو عليك يا أمير. طيب نيجي عند السا، 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 ساكن ولا متحرك؟ متحرك، بخليه لحاله ولا لا يا فهد؟ ما بخليه لحاله، بخليه لحاله، هي السا. طيب التي، التي، حرف مد، حروف مد مع بعضهم البعض، تي، 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 بخليهم لحالهم ولا لا يا غزل؟ بخليهم لحالهم ولا لا يا غزل؟ بخليهم مع بعضهم البعض، تي. شو صارت؟ مدرستي، 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 مدرستي. طيب يا أول بدنا نقطع كلمة باسمون، بدنا نتهجى كلمة باسمون ونقطعها، بدنا نتهجى كلمة باسمون ونقطعها. يلا نشوف كيف بدنا نكتب. احنا وين بنكتب؟ احنا وين بنكتب؟ على السطر. احنا وين بنكتب؟ على السطر. وهذا ايش؟ سطر. بدي اكتب لكم با 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 سي 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 مون، با سي مون، با سي مون، با سي مون، با سي مون. عيدوا معي يلا، كرروا معي بصوت عالي، با سي مون، با سي مون، با سي مون، با با سي سي مون، با 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 سي سي مون. يلا يا أول خلينا نتهجى، ابو آ، ابو آ با، ابو آ با، ابو آ با، ابو آ با. وسي، وسي، وسي باسي، وسي باسي، ابو آ وسي باسي، باسي. وام باسم، باسم، تنوين ضم، هذا تنوين ضم يعني ضم مع بعضهم البعض، ما اخذتوه بس لازم تعرفوا، باسي مون، باسي مون. يلا ابو آ با، با، وسي باسي، هاي كسرة، الكسرة وين بتكون؟ تحت الحرف، تحت الرجل، حكينا صح؟ باسي، باسي مون، ابو آ با، وسي باسي، وام باسم، تنوين ضم باسي مون. طيب يلا خلينا نقطعها، ابو آ، الآ مالها؟ وين حرف المد؟ وين حرف المد اللي موجود هون؟ هيو، بخليه مع الاب ولا بفلته؟ بخليه مع الاب، ليش؟ لان حروف المد بحبوا الحرف اللي قبله، بحبوا بعض. با. طيب السي متحرك ولا ساكن؟ متحرك ولا ساكن؟ متحرك ولا ساكن؟ متحرك، بخليه لحاله صح؟ بخليه لحاله. طيب
الام ساكن ولا متحرك؟ متحرك. بخليها لحالها. شو صار؟ با سيمون. يلا نتهجى. بقى با با. مطوا معي، يلا مطوا معي، اخبطوا في الحيط. حكينا با با، وسي باسي، وام باسم، وتنوين ضم باسيمون. وهيك اول قطعنا كلمه مدرستي، مدرستي وباسيمون. بكره رح نكمل تقطيع الدرس. بدي اياكم اليوم تحكوا لي قصه مدرستي وتصوروا حالكم فيديو، تخلوا ماما تصوركم فيديو. تمام يا اول؟